بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث في Chapter 3 من مادة Intermediate Accounting. في هذا الفيديو بدنا ندخل للمحور الثاني Record and Summarize Basic Transactions، اللي هو عملية التسجيل والتلخيص العمليات المحاسبية. وموضوعنا اليوم هو بده يكون عن Journalizing، اللي هو التسجيل في دفتر اليومي. طبعا مثل ما هو واضح أمامنا، Journalizing هو عملية تسجيل العمليات والأحداث اللي لها تأثير على أصل أو التزام أو حقوق ملكية أو إيراد أو إكسبنس. إذن العملية هي يعني محددة في حسابات، لازم نحدد الحساب في الأول وبعدين نحدد الأثر المالي، يعني زاد أو نقص أو أخذ أو أعطى المبلغ، وبالتحديد نحدد هو مدين أو دائن. طبعا بشكل عام الحساب اللي باخذ هو مدين واللي بعطي هو دائن. وطبعا هنا اخذنا قواعد سابقه، الاسيتس والاكسبنسز، هذه الحسابات لما تزيد معناته مدين، لما تنقص معناته دائن. الى باقي الحسابات لايبيليتيز ايكويتي الريفينيو، هذه لما تزيد بتكون دائنه ولما تنقص بتكون مدينه. الان القاعده اللي بتريع عليها الشخص بيقدر يحل عليها. انا بالنسبه لي بفضل قاعده الاخذ او الاعطاء. فنأخذ المثال التالي، بيحكي لي في سبتمبر 1، يعني في 1/9، شير هولدرز انفستد 15,000 كاش ان ذا كوربوريشن ان اكسشينج فور اوردينري شيرز. يعني في عنا استثمر يعني الملاك وحاملي الاسهم مبلغ 15,000 دولار على شكل نقدية انحطت في الصندوق يعني، واخذوا مقابلها اسهم وهي عبارة عن رأس المال. احنا في البداية لازم نحدد الحسابات اللي تأثرت. طبعا الحسابات هذا مدخل الحل. اذا ما عرفناش نحدد الحسابات نعرفش نكتب كود محاسبي، نعملش نعم نقدر نعمل جورنالايزنج. الحسابات المتأثرة طبعا هو دارسين محاسبة لازم يعرفوا، اللي هو الكاش هو اصل، وفي عندي اكويتي، هاي الحسابات اللي تأثرت، في اسيت وفي اكويتي. الاصل هو الكاش لانه زاد 15,000 نحط فيه 15,000، وفي عندي إكويتي صارت الإكويتي زادت أيضا، زادت بقيمة 15,000 اللي هو باسم شير كابيتال أوردينري. طبعا هذا في الكوربوريشن، فإذا إحنا كنا يعني شركة شخصية بنكتب أونرز كابيتال أو كابيتال. الآن إحنا عشان نعرف يعني شو المدين وشو الدائن وكيف إحنا نكتب هذا القيد المحاسبي، لازم نحلل العملية لأطرافها. وخلينا نيجي هنا يعني نفصل اكثر في هذا الموضوع. مثل ما حكيت الحسابات اللي تاثرت هي الكاش وهي ايش الاكويتي. اذا انا في عندي حسابين، هذه الخطوه الاولى، في عندي كاش، اي كاش، وفي عندي اللي هو كابيتال اللي هو شير كابيتال، شير كابيتال وكاش. طيب الان هذول الحسابين في بينهم مبلغ اللي هو 15,000. الآن الطريقة السهلة اللي أنا بفضلها، بدنا نحدد أنه اللي أخذ 15 وأنه اللي أعطى 15. طبعاً واضح أنه الصندوق والكاش هو اللي أخذ، هو اللي أخذ 15، والكابيتال هم يعني يمثل الانفسترز، يعني هم اللي أعطوا، هو الطرف العاطي. ما دام الكاش هو أخذ يعني هو ديبت بكون، هو بحطه السطر الأول. الآن الطرف اللي أعطى المبلغ بكون هو إيش الكريدت، هو بنحط السطر إيش الثاني. هاي القاعدة. الآن ممكن شخص يعني يكون حافظ قوانين بقول هذا أصل، الأصل زاد معناته ديبت، وهذا إكويتي والإكويتي زاد معناته كريدت، الثنتين صحيحات يؤدي لنفس إيش الجواب. يعني في النهاية نحصل على هذا القيد المحاسبي ونعمل جورنالايزنج بشكل صحيح. طبعا كتابة القيد المحاسبي برافقه عدة أمور، نحط الديت اللي هو التاريخ، يعني نحط المبالغ بهذا الشكل، يعني اول ايش بكون هنا الديبت وهنا الكريدت وبعاد عن بعض، وهنا نفس القصة، الديبت بكون في الاول وبعدين الكريدت بكون ايش السطر اللي بعده. طبعا اذا كان في عندي ديبت حسابين بنحطهم يعني في الاول بعدين الكريدت بكون الكريدتور، يعني الحساب التالي. يعني ممكن هذول ال 15,000 يكونن على سبيل المثال في البنك 5 وفي الكاش او في الصندوق 10، بحط هنا بنك مثلا 5 وكاش 10 ديبت، وبعدين بحط الكابيتال 15. هذه هي عملية الجورنالايزنج يعني بشكل مبسط. اذا الجورنالايزنج اهم شيء، احنا بدنا نحدد الحسابات اللي تأثرت.
إذا نجحنا في هذه الخطوة وحددنا شو الحسابات أثرت، الجورناليزم بكون سهل. الأمر الآخر بدنا نحدد الحساب اللي أخذ والحساب اللي أعطى، اللي أخذ مدين واللي أعطى بكون داين. طبعا هنا الكتاب يعني بيشرح انه الحسابات بتكون موجودة في الجنرال ليدجر في الاستاذ العام، واحنا بنسجلها في اشي بنسميه جورنال او جنرال جورنال اليومية العامة. وهنا معطيه مثال، طبعا المثال الاول هذا اللي احنا شفناه في السلايد، ايضا هو معطينا هنا عملية على انه المؤسس اشترت كمبيوتر بمبلغ 7000 ودفعت كاش. هاي كده المحاسبة. طبعا مثل ما حكينا خلينا نشوفها الحسابات المتأثرة هنا، يعني الكاش وعندي الإيكويبمنت، هاي الحسابات أصول اثنين أصلين يعني. طبعا هذا نقص وهذا زاد، إذا بدنا بلغة الزائد والناقص. الآن لو احنا أخذنا بلغة الديبت والكريدت، يعني هذا أخذ وهذا أعطى، اللي 7000 اللي أعطاها الكاش، وطبعا أنو اللي أخذها حساب الإيكويبمنت، وبالتالي منطق الكاش لما يعطي بنقص، فهو شو بكون؟ كريدت. الكريدت يعني اعطى هيك. الان انا في عندي حسابات لما تعطي بتنقص مثل الاصول. الان الاصل هذا الايكويبمنت هو اللي راح عليه 7000، هو الديبت هو اللي اخذ، يعني هو اللي اخذ 7000، طبعا طبيعي انه يزيد. اذا ما دام هذا الديبت بحطه السطر الاول ببلش فيه، بحط الرقم هنا. الان الطرف العاطي بحطه السطر اللي بعده، بحط مبلغهم، بنلاحظ انه ايش؟ متساويات، في علاقه تساوي. طبعا هنا الكتاب بيحكي عن سبيشال جورنالز، يعني دفاتر يومية متخصصة، يعني مثل دفتر النقدية، دفتر المشتريات، دفتر المبيعات. هذا يعني في بعض الشركات يعمل لما يكون انا في عندي عمليات متكررة جدا، فبيستخدموا مثل هذه الدفاتر. هذا هو فيديو اليوم، ارجو انه يكون واضح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.